مرحبا، مين من السوريين ما بيعرف مقولة الحيطان إلها أذان؟ مين ما سمعها ألف مرة بطفولته وشبابه؟ مين ما سكتوه يلي حواليه بهالمثل وقت بيكون الحكي بيتعلق بالسياسة؟ يمكن ما في حدا، بس يا ترى مين بيعرف قصة هالمثل ومن وين إجا؟ ويا ترى إله علاقة بالسياسة ولا لا؟ رغم أنه هالمثل منتشر كتير بين السوريين والعرب بشكل عام بحكم الظروف السياسية يلي عاشوها على مدى سنين طويلة، بس بالحقيقة أصل هالمثل مو عربي، أصله بيرجع لبريطانيا وبالتحديد لأيام الملكة كاترين يلي حكمت بريطانيا من 1509 ل 1533. والمقولة حكاها واحد من الوزراء مرة من المرات، لأنه الملكة كاترين كانت حاطة بحيطان القصر أجهزة تنصت لا تسمع وتعرف كل شيء عم بيصير بالقصر. أجهزة التصنت يلي حطتها الملكة ووزعتها بكل القصر بالغرف والقاعات والمطابخ، كان بهمها من خلالها تعرف مو بس شو عم بيحكوا الأمراء من الأسرة الحاكمة، حتى شو عم بيحكوا الخدم والعوام، وبهي الطريقة بتقدر تسيطر عليهم. هالشي خلى الوزير أنيد بلايتون يقول إنه الحيطان إلها أذان للإشارة لأجهزة التصنت الموجودة بحيطان القصر، ومن بعدها مشيت هالمقولة مثل على لسان البريطانيين ليعبروا عن الحالة يلي عايشينها، وانتقل بعدها هالمثل للدول العربية ليعبر عن حالة وجود الجواسيس بكل مكان يلي ممكن ينقلوا أي كلام بينحكى بالسياسة أو عن الحاكم لأجهزة المخابرات يلي بتوجه لهم أقصى العقوبات. ومثل ما مشي هالمثل لسنين طويلة، نتمنى يجي اليوم يلي نبطل فيه نحسب حساب للأذان يلي بالحيطان ونصير نحكي يلي بدنا ياه بكل حرية. سلام.